ായ സന്ദീവസ محبتي في حبي القائك قيمتي أو ما ظل برق في للماء من إظامي أما لي عينيك قلتك بوفا حمتا أما لي قلبيك كيف تلقي روح من بعد ما شهيدا به علي تعود للدمع والسقم أأثبت المجد في أبرات فضانا مثل البحر على خديك مستتري عن المشاة ولا دائب منحسمي محلتني النسخة لكن لست أسمعه إن المحب عن الأذال في صممي إني طغمت نسوي الشيب بأذلي والشيب أبعد في نسخ عن الظهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل فإن حمارتي بسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت ألم أني ما أبقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم بل لي برد جماح من غوايتها كما يرد جمار الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاضي شهوة النهم النفس كطفل إن تهمله شبع على حبي رضعي وإن تفتنه يا فاطمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هوا هوا حذر هل تبليه إن الهامات
ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفري دمع من عين القادر تلا من المحارم والزمح ضياء الندم وغالي في نفس فشيطان برسيهما فإنهما محلا صحف التهيم فلا تدر منهما خصما بلا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرتك خيرا لكن ما أتمرت به فلا تزفت قبل موت نافلة ألم أصلي سوى فرض ألم أسمي جل مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولو تصلنا من أحيا ظلم إلى أن اشتقت قدم حضور من أشد من صغاب أخشاه وتوبى تحت الحجارة كشحم مترف الأدم أراب تدخل الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم فكيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرجي دنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين إيما الفريقين من حرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين إيما الفريقين من حرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين إيما الفريقين من حرب ومن عجم نبينا الأمير ناهي فلا حدود أبر في قول لا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون حرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه بصورته ما اصطفاه حبيبا بارئ النسم منازه النشر في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم تمدعت كل صاح في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك فانسب إلى ذاته ما شئت من شرفه فانسب إلى قدره ما شئت من عظمه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت
قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دار سليم من لم يمتحن بما تعيل قلوبه إرسا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا البارى فهم معناه فليس يضع في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من نامي فكيف يدرك في دنيا حقيقته أو مني من تسلوا عنه بالحلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم كل آية رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تراب والبدر في شرب والبحر في كرم والدهر في همم كأنه بغض بارد من دلالته في عسكر حين تلقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ المغنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تطيب يدين ترب اللهم أغمه طوبى لمنتشق منه ملتثم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده أنت بعنصره يطيب مبتدئ يوم التفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول المصيبة النقم وبات إبان كسرى وهم منصدر كالشم لأصحاب كسرى غير ملتئم النار خامدة الأنفاس من نسف عليه والنهر صاه العين من سدم أسى أن ثبت أن غضب خيرتها فرد واردها مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن ما بالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطئة والحق يظهر من معناها من كلم أم والصم فإعلان البشائر تسمع وبارقة للدار لم تشم صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبعد ما عينوا في الأفق من شهب منقلة مفق ما في الأرض من سنم حتى غدا عن طريق البغي منهزمون من الشياطين يقو إذرا منهزم كأنهم خربا أبطال أبراغة أو عسكر بالحصى من راحته رمي نبدأ به بعد تسبيح مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدابته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط
اللقمي مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حرغتي سن الهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له في قلبه نسبة مغرورة القسم فما خاب الغار من خير ومن كرم فكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار ما صدق لم يرما فهم يقولون ما بالغار من نرم ظن الغمامة وظن الأنكب تعالى في قاية الله آنت المضاعفتي من الدرع وعن آل من اللطمي ما سامني دهر ضيما ما استدرت به إلا غنلت جبارا منه لم يغمي قال التمس عنا دارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر البقيا من رقياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي فذاك حين بلوء من نبوته فليس ينكر فيه حال متلمي تبارك الله ما وحي من مكتسبي قال نبي على غيب في متهم كم امرأة فصيبا باللمس راحته فأطلقت قريبا برمغة اللممي وأحيت السنة شهب أدمته حتى عقد غرة في الأسور تهمي بآل رجال أو قلت البتغمها سيبا من اليم أو سيلا من الأرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا فاصفي آيات الله ظهرا ظهورا نار قراء ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو ملتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاب الآمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم ردت بلاغتها دوام مؤرخا رد الغيور يد الجاني عن الحرم يا خمان كموج البغر في مددي ففوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم أرد بها عين قارئها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي إن تدلوها أنها الحيض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكسرات وكيميزان مدينة القسط من غيرها في الناس لم يقم أتجمل لغسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين العليق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا غير من يما من حفون ساحته سعيا وفوق متون العين كالرسوم ومن هو الآية الكبرى لمتبير ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرام ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة وقدمتك جميع الأنبياء بها ورفي تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق به بموكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شبل لمستبقي من الدنو ولا مرقى لمستنم قفلت كل مقام بالإضافة نوديت برفع ميت المفرد العلم أي ما تفوز ببسط النهي مستدري
عن العيون مسير أي مقتتم فجزت كل فغار غير مشترك فجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما بليت من رتبي وعز إدراك ما بليت من نعمي مسرى لنا ما جرى الإسلام إن لنا من العناية روح غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسل كون أكرم الأمم صل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رأت قلوب العيدة أنباء بعثته كنبأة أجبلت أفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مرترك حتى حكوا بالقنا لمن على وضمي وانظر برار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإكبان ورخمي تمضي الليالي فلا يدرون عيدتها ولم تكن من ليالي الأشهر الحرمي كأنما دين ضيف خل ساخته خميس فوق سابغتي يرمي بموج من الأبطال ملتتم من كل مرتدب لله مغتسب يستو بمستسل للكفر مستلم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحم مقبولة نبدا منهم بخير أبي وخير بعل فلم تيت ولا تائم هم الجبال فسل أنهم مصادمهم فسل غنينا فسل مدرا فسل لخدا وصول حزب لهم مدهى من الوخم المصدر البيض حمرا بعد ما وردت من العدا كل مسود من الامم الكاتبين بسمن الغد ما تركت اقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزه والبرد يمتاز بالسيما من السلم تغدي اليك رياح النصر نشرهم وتحسب زرف الأكمام كل كم كأنه في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم أرض قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفارق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما التكن برسول نصرته إن تلقى اللست في أجامها تجيمي وعملت كنت برسول الله نصرته في اليتم مولاي
ابسا دائما ابدا على حبيبك غاي في الخلق كلهم قدمته بمديح نستقل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم اذ قل داني ما تغشى عواقبه كانني بهما هدي من النعم اطرت غي سبا بالحالتين وما حصلت الا على الاثم والندم فيا خساره نفس في تجارتها لم تشتري دينبي دنياها لم تسمي ومن يبي اجرا منه باجله في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أحدي بملتقضي إن النبي ولا حبلي بمنصرمي فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذممي إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حشاه أن يخلم راجم كارمه أفكاري ما دائغه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يا ذا الدرب إن الهيا ينبت الأزهار في اللكم ولم أريد زهرة الدنيا التي اغتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليهما لمن هلوذ به سواك عند هلول الحديث الحميم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلن يطيق رسول الله جاه كبير تريني إن له صبر
صلاة تلك دائمتي على النبي بمول هل ومنسجم صاحبي ثم تابعين له أهلي التقى والنقى والعلم والكرم مارلنا حتى أذابات الباني ريح صبا بها كربنا يا واسي
മൗലായ സല്ലി വസാ ബീബി